السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة هنحصن تحصين السلمونيلا اللي هو المصري، اللي هو التحصين ده المصري يا جماعة، تحصين سلمونيلا. الإزازة دي بتكفي 100 حمامة، فيها 50 سنتي، هنعطي نص سنتي لكل حمامة في الصدر. طيب، هو الموضوع إن إحنا بنجهز الحمام ده للبيع. الحمام اللي في السلكات ده كله زي ما وعدت الناس ان انا مش هخرجه غير لما نحصنه. احنا حصلنا قبل كده تحصين الجدري تقريبا في شهر 3، وده بنحصنه مرة واحدة كل سنة بس قبل الصيف ما يجي، عشان طبعا الجدري اللي هو بينتشر في الصيف. الحمام ده والحمام اللي في السلكات ده كله اللي احنا هنعرضه للبيع، ده مش فيديو بيع يا جماعة، بس انا بقولك انا بعمل ايه عشان اجهز الحمام. الناس اللي هي طالبة حمام ومستعجلة، انا بعمل لمصلحتك. فالحمام ده متحصن جدري، انا ما اصلش حصنت جدري، لكن حصنت السنه دي لان ظهر بعض حالات بسيطه جدري، والحمد لله تم الشفاء منها تماما. ده كان في شهر 3 تحصين الجدري، وده تحصين سلمونيلا ان شاء الله هنحصنه دلوقتي قدامكم ونوريكم طريقه تحصينه ازاي. في بعدها النهارده 10/9، بعد 15 يوم ان شاء الله، يعني 25/9، معلش انا اسف اتاخرت عليكم شويه، هنحصن تحصين تاني اللي هو نيو كاسل، اللي هو في الازازه اللي هوريها لك دلوقتي، اللي هو اللاسوته اللي هي بتتفك تحت الميه، لان في ناس كتير برضو مش مقتنعه بيها، لكن انا سالت اكتر من حد ان هي فعلا فعاله، تنفع لكل الطيور مش للحمام بس، اللي هي بتتحل تحت الميه، لان اسهل. انا مش هقعد كل شويه احقن الحمام، هحقن بس اللي هو سلمونيلا، وبعد كده ب 15 يوم اللي هو اللاسوتا اللي هو بقول لك نيوكاسل بتاع الروشه، تمام؟ اللي مش عارف يعني ايه النيوكاسل، اللي هو تحصين الروشه، ده طبعا فيروسي فلازم يتحل تحت الميه. ان شاء الله هعمل لكم طريقته تشوفوها، انا كنت عملتها زمان وهنشوف طريقته في الفيديو اللي جاي. طيب، هندخل على التحصين بتاع النهارده، تحصين السلمونيلا. انا بحب احصن يا جماعه اللي هو المصري ده احسن من المستورد، لان هم بيشتغلوا على العترة اللي هي موجودة عندنا، او بيشتغلوا ان هم هيئة المصل واللقاح المصرية، العلماء بتوعنا بيشتغلوا على المرض اللي هو موجود عندنا. طبعا بيختلف، ممكن تجيب المستورد ما يجيبش نتيجة، لكن المصري ان شاء الله يجيب نتيجة معانا، انا اشتغلت بيه قبل كده باذن الله. طيب، لو انت ما اصلكش حصنت او ما اشتريتش تحصين يا جماعة، في ناس كتير بتخلط بين معنى كلمة تحصين واللي هي الادويه الوقائيه. الادويه الوقائيه حاجه والتحصين حاجه. التحصين ان انت بتعطي للحمام او للطائر نفس المرض، اذا كان فيروسي او بكتيري، فلكن بتعطي له بنسبه ضعيفه عشان تخلي الحمام يبدا مناعته تعلى ويبدا يقاوم المرض ده، اللي هو سواء فيروسي زي ما قلت لك او اللي هو بكتيري زي السلمونيلا ده. لما تروح تشتري ازازه التحصين سواء دي او الثانيه، بيعطيك معاها اكياس ثلج زي كده، وانت بتعينها في التلاجة عادي، وتجيب التلج ده وقت ما تشتغل لازم تكون في التلج. انا بزود تلج معايا اهوت، قطع التلج كبيرة اهيت، عشان برضو ايه التحصين يكون في التلج، ما بسيبوش بره التلج. تمام، هنفتح الازازة بتاعتنا، نتوكل على الله كده. انا جايب سرنجة انسولين، وهتجيب من البيطري سن زي ده، سن حديد ممتاز زي ده اهو، ده يعني ايه على قد صدر الحمامة. على فكرة يا جماعة، انا حصنت التحصين ده قبل كده، وناس كتير بتحصنه، عشان ما تشوفني الوقت هحصنه في الصدر. قبل كده كنت بحصنه تحت جلد الرقبة، لكن النهاردة هنحصنه في الصدر. تمام، ينفع كده وينفع كده، في ناس بتحصنه كده وفي ناس بتحصنه كده، لكن هو في جلد الرقبة اصعب شوية، ممكن تعطي يجي في عرق ولا حاجة، لو طلع عرق ولا حاجة ممكن يضرها، واحيانا بيكلكع وممكن انها تموت. لكن هو في الصدر في ناس بتعمله كده وفي ناس بتعمله كده، فانا هعمله النهاردة في صدر الحمامة. ميزة ان انت تستخدم سرنجة انسولين ايه؟ ان انت تقدر تسحب النص سنتي بالظبط، ما يزيدش معك، يعني هي كلها سنتي، فهسحب النهاردة النص سنتي بتاعنا بس اهو على قد حمامة، يعني نص سنتي لحد العلامة كده 50، نص سنتي لحد العلامة 50 بالظبط كده، وناتي حمامة حمامة ان شاء الله من السلكات دي، عشان اللي ياخد مننا حاجة يدعي لنا يا جماعة. انا ممكن ما حصنش ولا حاجة وقلت طب ما انا كده كده هبيع الحمام، لكن انا والله ما رضيت اخرج الحمام غير لما حصنه التلات تحصينات ان شاء الله.
طبعا انا كنت عامل علبة للتحصين، صندوق كده، هوريسيب لك حتة من الفيديو دلوقتي اللي كنت بحصن بيها قبل كده، علبة احط فيها الحمامة تمسك لي الحمامة، يعني موجودة عندي ما زالت. ده اللي مش عارف يمسك الحمامة، اقول انا همسك الحمامة ازاي. العلبة اللي كنت عاملها ان انت تحط فيها وتقلب كده، تحط تحقن من تحت او تحقن من فوق، تنفع كده وتنفع كده. سيب لك الجزء ده دلوقتي تشوف. طيب لو انت هتحصن اهو لوحدك برضو، هتمسك الحمامة بالشكل ده اهو، تمام. الحمامة صدرها اهو، هتحسس عليها كده في الصدر كده، وهتيجي كده خلاص تغرز السن، تمام اهو. واتينا النص سنتي للحمامة بالشفا ان شاء الله. هنعبي واحدة كمان، نسحب 50، المهم هي السرنجة كلها 1 سنتي يا جماعة، فانت هتسحب بس نص سنتي. دي حمامة تانية اهي، برضو هنشوف كده نتأكد الصدر عشان ما تقطعش في الحصلة بتاعتها. خد بالك يا جماعة، هنا الحصلة اهي اخد تلت جسم الحمامة او اكتر، وبعدين هنا الصدر، تمام. بعد الصدر هتلاقي العظمة دي كده اهي، العظمة دي، العظميتين دول اللي هم فيهم يمينهم وشمالهم الصدر، تمام. هنحقن الفرد الثاني، تمام، بالشفا ان شاء الله. هنحصن باقي الحمام بنفس الطريقة ان شاء الله. انا شاريها من الاستاذ اشرف خضير. لو انت ما حصنتش سالمونيلا، يعني ممكن تحصن او ما تحصنش، ممكن ما تحصنش، لكن التحصين بيمنع ظهور السالمونيلا اللي هي بتيجي اسهال مائي واسهال اخضر، اللي ممكن لو ما تعالجتش وما تلحقتش بتوصل لروشة، بتكون طبعا في المراحل المتأخرة والحمام بيموت منها بسرعة بسرعة بسرعة، تلاقي السالمونيلا انتشرت في المكان والحمام بيموت كل يوم، تشيل وترمي. فأنا بريح دماغي بالنسبة للحمام اللي أنا هبيعه يا جماعة، مهم أوي أوي إن أعطي للحمام اللي أنا هبيعه بالأخص يعني، تمام، عشان ما حدش ياخد مني حاجة بعد كده يشتكي منها. في يا جماعة برضو مسدس تحصين طبعا للكميات الكبيرة، الناس اللي هم على قدنا يشتري سرنجة انسولين زي دي وسن حقن زي ده من عند البيطري اللي جنبك، او معرفش، مش هتلاقي عند اي بيطري، موجود عند اخينا اشرف خضير في دمياط. لو انت عايز تشتري حمام مني وانت مش مشترك في القناة، احنا هننشر فيديو الحمام، والناس طبعا ما حجزتش لحد، اللي مكلمني كله بقول له استنى لما ننشر الفيديو، اللي هيكلمني ونلاقي ظروفه مناسبه ونتفق على الحمام هو اللي هيشتري حمام. هتكلمني حضرتك بعدها انت لو انت مش مشترك في القناه ومفعل زر الجرس. خد بالك مهم جدا انك تفعل الجرس عشان يجي لك اشعار بالفيديو. لو انت ما جالكش اشعار وما شفتش الفيديو بعدها هنعمل ايه؟ يبقى الحل ان انت لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديو بسرعة اول ما يتم عرضه ان شاء الله، وتكون من اول المشترين. لكن لو اتأخرت دي حاجة بقى الله اعلم مين هيكون صاحب النصيب ان شاء الله. طبعا لازم قبل ما نحصن الحمام اي تحصينات يا جماعة، لازم يكون الحمام سليم خالي من الامراض. ما ينفعش احصن التحصين اللي انا بحصنه ده والحمام عنده اي انواع من انواع الاسهال او عنده اي مرض، تمام. فقبل ما حصنت لازم اعطي رافع مناعة 3 ايام قبل ما ابدا اعمل اي تحصين، عشان الحمام ما يتبهدلش مني وما يضعفش، لان التحصينات دي عموما بتكون شديدة على الحمام، فلازم ترفع مناعة الحمام قبلها ب3 ايام. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.